السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا على تيل، هنتكلم على سيك. سيك بتستخدم في الأصل عشان نقدر نغير البوزيشن اللي احنا بنقرا منه. فاكرين لما كنا بنريد مثلا 8 بايت، احنا بنريد 8 بايت والوقت واقف عند كام؟ بعد ال 16 17، هو عند ال 17. طب انا عايز ارجع اخد تاني او اتقدم اخد حاجة او ابعد، هو ده لعبة السيك. تمام؟ عشان تريد اوت رايت في سبيسيفيك بوزيشن في مكان معين، بنستخدم السيك فانكشن تو سيت الكرنت ريد او رايت بوزيشن، بنحرك البوزيشن من خلاله. غير التل، التل بيقول انت فين، السيك بيقول انا بقول له حركني. بياخد تو ارجمنتس، الاجباري الاول الاوفست، والاوفست ده بيانديكيت نمبر اوف بايتس تو بي موفد، يعني انت عايز توصل عند البايت رقم كام يعني. بس لكن فروم اللي ورانا برضو بيشاور على البوزيشن اللي البايتس هيوصل لها، فعنده قيم معينه. زيرو معناها هيبدا يحسب من اول الاول، يعني من اول خالص. واحد معناها هيحسب من الكرنت بوزيشن، خلاص يعني الاوفست هيتحسب من الاول، الاوفست هيتحسب من الكرنت بوزيشن اللي احنا بنقرا فيه دلوقتي. ولا رقم لو اديته 2 يبقى معناها ان الاوفست الاولاني هيتحسب من النهايه. طرق يعني هو في الغالب احنا ما بنشتغلش على كده، بنشتغل من الكرنت على طول اللي هي واحد يعني، ده في الغالب يعني. لكن في بعض الاحيان بيقول لك لا، او في بعض الاحيان نقول لا، خلي البوزيشن من الاول. تعال ناخد مثال على السيك ونشوف يعني فكره ان احنا نقدر نحرك البوزيشن في مكان معين. يعني لو روحنا هنا وقلنا له خلينا في اكزامبل 17، تمام، وقلنا ماشي، عملنا اوبن لفايل اللي سميناه يوزر واحد، وقلنا له الريد وسميناه فايل ومفيش مشكله. بدل ما اقول له تيل هقول له انا عايز اعمل فايل دوت سيك. ممكن نعمل خليها تيل، خلينا نشوف تيل مفيش مشكله، لو هيتعرفنا احنا واقفين فين بالمره. هقول له فايل دوت سيك، تمام، وهقول له سيك 6 ده الاوفست، و 0 يعني من البدايه، انا ما اعرفش انا واقف فين، 6 من البدايه، يبقى انا هسيك 6 من البدايه او 7 من البدايه او 10 زي ما انا عايز. تمام؟ فيرست لاين مثلا ده ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، خلاص خلينا في 10. تمام؟ خلينا في ايه؟ في 10 و10 من البدايه. طبعا لو جيت قلت له تل الوقت المفترض يقول لي انا واقف عند ال 11 عند اللي هو اللي بعده. وخلينا ريد لاينز، طخ قريناه كله مره واحده، هيقرا كله ايه؟ تعال نشوف اما يطبع الكونتنت ويقول لي ويتل. ماشي خلاص، يبقى احنا كده بس ايه الفكره بتاعتنا، ان احنا استخدمنا سيك، نقلنا بسيك في حته معينه وخليناه يتل لنا احنا واقفين فين، ويريد اللاينز كلها مره واحده يطبعها لنا ويقول لي برده انا واقف فين. تمام؟ لو جينا نعمل ران ل 17، تعال نقرا منها. اول تل قالت لي بزيرو، صحيح، بعد ما اتنقلنا عند 10 خلاص وقف عند 10، فقلت له فايل تل، قال لي انا واقف عند 10، ده كلام مظبوط، واقف عند 10. لما عملت ريد لللاينز كلها قرا كله، تمام، قرا كله، بس قرا كله من اول فين؟ قرا كله اول سطر انتر، لانه اخذ قطع ال 10 مش ال 11، قطع ال 10، انا كنت قلت 11 متهيألي 10، فمن غير الانتر بتاعتها، فبقت الانتر. طب انا هظبطها معلش، خليها 11 عشان اوريكم بس ايه اللي هيحصل في الليست ذات نفسها. وجيت عملت كده، قال لي بص انا كنت في التل اللي جابت لي 0 اول مره، اما نقلت بالسيك على 11 راح معايا على 11. خلاص؟ طيب جيت اقول له ريد اللاينز، هيقرا اللاينز، اول لاين هو خلاص قطع الكلمه اللي كانت موجوده خالص، اول 11. طب اول 12 خلينا ناكد عليها، اول 12 حتى، اول 12 قال لي خلاص كده سلاش ان راحت كلها على بعضها سلاش بالان، فبقى واقف تل الاولانيه جابت معاك زيرو، السيك على 12 راح على 12، 12 دي من اول السطر الثاني، من اول السطر الثاني فعلا، الاول كله راح بسلاش ان بتاعته كل شيء. فلما قلت له فايل تل قال لي عند 12. تو تايم اقرا اللاينز، قرا اللاينز كلها، لا فوت اللي اتقطع بالسيك، فوت اللي اتقطع بالايه؟ بالسيك. تمام؟ وطبع لي السكند لاين والثيرد لاين،
ده الكونتنت اللي هو قدر يقراه. طبعا التل بقت بعد ما قرا كله بقت واقفه عند الايه؟ عند ال 37، عند اخر السطر. طبعا لو جيت قبل التل الاخيره وبتعمل سيك كمان هرجع عند حته معينه اشتغل عليها. يعني لو انا جيت عملت كده، يعني لو جيت عملت سيك وتل وريد لاينز، يعني عدت كله على نفس المكان، عدت كل الليله اهي. ممكن ارجع عند 12 يبقى يرجع يقرا تاني. لكن قلنا ايه؟ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 كده. خلاص 25 من الاول مش من اللي انا فيه. لو انا عايز اعملها من اللي انا فيه كنت اقول له واحد. تعالى نجرب دي نجرب. يلا معلش. قلت له رن. اللي حصل قال لي انا بقرا في الثيرد لاين، لان انا بدات من اول ايه؟ من اول 25. ده صح. بدا من اول 25 بالسيك الجديده. صح؟ طيب بالسيك الجديده هو ابدا عند 37 صح؟